بدي أشكرك وبدي أرحب بضيفتي الأستاذة الدكتورة آمنة البطوش، وهي خبيرة أسرية ونفسية واجتماعية. حنحكي اليوم عن موضوع كتير مهم له علاقة بإدارة الانفعالات وضبط المشاعر. كتير في ناس بسموهم الناس اللي انفعالاتهم عالية، مشاعرهم فائضة، سواء مشاعر الخوف أو مشاعر الغضب أو مشاعر الحب أو غيرها من المشاعر. هدول كيف بيقدروا يعملوا كنترول أو ضبط لهذه المشاعر باستمرار؟ اليوم بدنا نتعرف من الأستاذة آمنة على هذا الموضوع. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك وصباح مشاهدينا الكرام. أهلا فيك. أولا يعني أشكركم أنه أتحتوا إلي الفرصة أنه يعني نلقي الضوء على هذا كتير مهم. الموضوع كثير مهم وبعنينا جميعا. جدا جدا، لأنه عدم الانضباط بهاي الأمور تحديدا بتخلينا نفقد كثير، بتخلينا نخسر كثير، وبتخلينا نزعل الناس بدون ما نكون مرات قاصدين أو نخسرهم. واليوم بدنا نتعرف عليك على أو نتعرف معك على كيفية ضبط هذه الأمور. إن شاء الله. إحنا بالبداية إحنا حابين نعرف شو يعني مشاعر. المشاعر هي الحالة المزاجية اللي بنمر فيها بشكل يومي، صحيح، من خلال إدراكنا للواقع اللي إحنا بنعيشه. نعم. هلأ إحنا بنعيش بيومنا حالة ضيق، حالة حزن. للأسف إنه هاي الحالة المزاجية هي بتأثر على تعاملنا مع محيطنا. طبعا. تعاملي أول إشي لنفسي طبعا، انه بتعود بالراحه النفسيه علي انا اذا كانت طبعًا. ايجابيه طبعا. برضو بتعاملنا مع الاخرين، تعاملنا بالعمل، تعاملنا باسرتنا، بمحيطنا. فنظرا لاهميه هذا الموضوع فلازم ان احنا نحاول زي ما تفضلتي نعمل كنترول طبعًا. على مشاعرنا طبعا. اداره المشاعر، شو يعني اداره المشاعر؟ اداره المشاعر انه انا لما اقدم مشاعري واظهرها اظهرها باعتدال ووسطيه. يعني ما أبالغ بالمشاعر ولا أقدر في نهاك شح ولا أكون بخيلة فيها المشاعر. فخير الأمور أوسطها طبعا. وهي أيضا أنه إحنا نستثمر هاي المشاعر اللي هي غالية علينا، نستثمرها أفضل استثمار لتحقيق النجاحات، تحقيق الإنجاز، أن نكون إحنا نعيش حياة مستقرين بعلاقاتنا مع الآخرين. إيوة. مع أولادنا، مع أهالينا، مع أزواجنا وهكذا. أحسنتي. طبعا. بس مرات دكتورة آمنة، مرات الواحد يعني بيقدرش يعمل هذا الشيء، في خطوات عملية نقدر نضبط فيها مشاعرنا؟ طبعا أكيد في خطوات عملية، بس لو ننوه قبل الخطوات العملية أهمية ضبطنا للمشاعر. إحنا ليش بدنا نضبط مشاعرنا؟ إحنا ليش عم نتناول هذا الموضوع؟ إحنا شو أهمية هذا الموضوع إنه أنا ضبطي لمشاعري؟ يعني في هناك أهمية كبيرة، في قاعدة كبيرة، إدارتي لعواطفي تدفعني إلى إدارتي لحياتي كاملة. هل لما أتحكم أنا بعواطفي ومشاعري بتحكم بالحياة، أجعل الحياة ليست ظلا لي أنا، عفوا، أجعل يعني أكون ظل هذه الحياة وليست الحياة ظلي، ظلي يعني ما بخلي إنه الظروف والمشاكل هي اللي بتتحكم فيي. أيوة. بإدارتي لمشاعري أنا أتحكم بكل شيء. أنت قائد حياتك. أحسنتي. وليس أنت... الظروف حياتك هي القائدة لحياتك. تمام. بحياتنا بشوف كثير ناس مش قد يكون أقل منا علما، ولكن هو قادر على ضبط مشاعره ويواجه الشدائد والمصايب ويظهر مظهر القوي. وفي أشخاص بيكونوا على مستوى عالي من العلم ولكن عنده ضعف في إدارة المشاعر، وبالتالي أتفه الأمور بتهزمه. صحيح. هاي نقطة. هذول حساسين، بيكونوا عاطفيين زيادة شوي عن اللزوم، فبصير معهم هذا الشيء. ايوه هي صح. التحكم بالانفعال يعطينا ايجابيه. من يتحكم بانفعالاته هو شخص ايجابي، ومن لا يتحكم بانفعالاته هو شخص سلبي. نعم. اثبتت ايضا الدراسات ان هناك علاقه قويه ما بين شده الانفعال والتفكير، كلما زاد الانفعال يقل مستوى التفكير، وبالتالي علاقه عكسيه. فانا حتى اكون قادر على التفكير، وطبعا ينعكس التفكير على تعاملي بكل نواحي حياتي، وبالتالي أنا بدأ أضبط انفعالي. لذلك في دين الإسلام الطلاق لم يقع في حالة الغضب، لأنه التفكير هو يقل. أنا بقول لك دائما الواحد وهو معصب بيكون غبي. يعني أعطيه مسألة حسابية ما بيعرف يحلها، بيكون مش مركز. مظبوط. دائما يعني أربط فكرة إيجابية، لأنه يعني هناك علاقة ما بين التفكير ومركز الانفعال. فكلما كانت التفكير التفكير هو إيجابي، انفعالي يكون إيجابي، كلما كان تفكيري سلبي انفعالي يكون سلبي. أوكي. أوكي. تمام.
تمام. إذا لهذه الأسباب إحنا عم نحكي إنه لازم نضبط إنه إحنا مشاعرنا وانفعالاتنا أيوة. بشكل كتير كبير. لكن برضو بدي أرجع أقول لك كلياتنا نقول يا ريتني ما عصبت، يا ريتني أيوة. ما حكيت هالكلمة، يا ريت لو إنه مثلاً ما بالغت مثلا اني اقول اني بحب شخص معين او تعلقت بابني لهذه الدرجه وكل هاي الاشياء، كيف ممكن نعمل خطوات عمليه تخلينا اروى شوي؟ ايوه هلا احنا جينا بالجد اللي هي خطوات العمليه، احنا بنسمع كثير بس احنا اللي بفيدنا الجانب العملي. ايوه في حد تمارين. ايوه تمارين. هلا شغله مهمه جدا، هناك بعض المعتقدات راسخه عندنا بتجعلنا لا نستطيع ضبط مشاعرنا. أول شيء إنه أول معتقد إنه أنا طبيعتي عصبي، أنا لما أحس بالهيك يعني المشكلة بتنرفزني وهيك بثور بسرعة. هاي فكرة عندي، هاي فكرة سلبية. طب أنا لما أحكي أنا طبيعتي عصبي وأنا بعصبي صارت يعني عقلك الباطن خزنها، صارت شيء تلقائي يعني إنه خلاص أنا مجرد ما أنا أي شخص يستثيرنا أو أي مشكلة تستثيرني على السريع بعصبي، إنه أنا طبيعتي غضبت نفسي إنه أنا طبيعتي عصبي. صحيح. هاي فكرة خاطئة لازم إنه إحنا نستغني عنها. تمام. في عنا اعتقاد إنه إذا أنا ما عصبت ما بحس في المشكلة. معيار يعني هو لما تعصب تعلي صوتك هيك الهيبة، في هيبة للمشكلة، نعطي للمشكلة رونقها. أيوة بالضبط. وبتخوف الآخرين. طبعاً إنه هيك تمر مشكلة بدون معصب للأسف. يعني في عندنا بعض الأمثلة اللي هي يعني الشر سياجه له، تعرفين هذا يعني مثلا للأسف هو يعني موجود فإحنا بعض الأشخاص يعني بنطبقه يطبقه بحياته. هلأ في عندنا برضه معتقد انه انا اذا ما تضايقت وما زعلت يمكن الناس تحكي عني اني شخص بليد ولا مبالي بنظرة الاخرين الي انا، كيف بدها تكون؟ هاي كلها معتقدات سلبيه انه احنا لازم انه احنا نتخلص منها حتى ادير مشاعري. مزبوط. هلا كمان معلش انا بدي يعني ما بعرف كثير في ناس بجوز او يعني كلياتنا بنقول انه اذا ما عصبنا على مشكله معينه ما رح تنحل ابدا، يعني بنكون خايفين انه انا ما عصبتش التعصيبه، يعني ابني مثلا كل مره بيعمل سلوك انا مش راضي عنه وما بعصب عليه، بتعامل مع الموضوع بهدوء، بحس داخل نفسي انه انا هذا الموضوع ما رح ينحل، رح يضل الولد يعيد نفس المشكله. هل هذا صحيح؟ لا طبعا، ما في شيء بس يعني لا يعني انه انا اكمت مشاعري، انا بدي اعبر عن انفعالي ولكن بطريقه هاديه لانه بدي اعالج موقف. اذا كنت رافعي صوتك ومعصبه ما بتستطيع انك تنظر للموضوع بموضوعيه، الثاني ما راح يفهم مشكله عليك. يعني ما راح يفهم عليك حتى. هاي كمان نقطه مهمه انه الابن بيقلدني، اذا انا تعاملت معه بصوت عالي رح هو يتعامل معي بصوت عالي تماما، لانه هو احنا اولادنا نسخه عنا طبعاً. احنا نموذج لهم طبعاً. اذا كان نموذجي رايق وهادي انا هذا الشيء بخلي ابني كمان بكتسبه مني تماما. ايوه تماما. هلا في عندنا مشاعرنا تقسم الى 7 مشاعر. عندنا الشعور يعني لما تصيبنا حاله المفاجاه. اوكي. عندنا الشعور بحاله التعجب. ان الشعور هذا التعجب كثير هالايام. الرفض. الرفض. ان شعور الفرح. ان شعور الحزن. ان شعور الغضب. ان شعور الغضب والخوف. احنا اذا عرفنا هاي المشاعر السبعه وكنا قادرين على تمييزها بدقه فنستطيع ان وقدرناها بشكل جيد احنا حققنا نجاح كثير بالحياه. هلا لما انا اعرف مشاعر الخوف عندي بشوف شو السبب اللي بخليني وراء هذا الخوف، بعالج السبب وبجتثه من جذوره. تمام. اذا اي احسنتي باكثر يعني هو الخوف مطلوب، يعني النجاح هو اصلا شو اساسه؟ هو خوف من الفشل، ولكن اذا كان الخوف زائد عن حده يقود الى الفشل، واذا كان لا يوجد خوف اساسا ايضا ايش يقود الى الفشل. فانا بدي ابحث عن السبب وراء كل شعور عندي وأحاول أعالج هذا السبب وأتعامل معه بشكل. المشاعر السلبية تحديدا، المشاعر السلبية بس مرات بيكون في مشاعر إيجابية برضو بتأثر علينا اللي هي العاطفة الزائدة. أيوة. يعني أنا بشوف كتير أمهات مثلا أو كتير زوجات تقول لك مثلا أنا كتير متعلقة بابني، أنا كتير متعلقة بزوجي، أنا كتير متعلقة بأهلي، مش قادرة أعيش حياتي بشكل طبيعي قد ما بفكر مثلا طول الليل وطول النهار بابني بخطيبي بوالدتي. هذا هاي حتى المشاعر الإيجابية طبعاً هاي بدها برضو بدها نوازنها. يعني أنا بقسم هاي المشاعر لأكثر من جانب، أنا مش حياتي كلها زوجي، في عندي عمل، في عندي أولاد، في عندي أصدقاء، في عندي عائلة، بقسم هاي المشاعر بحيث أوزعها على جنب بحيث يكون متوازن. البيت
له أربع أعمدة، لو كان قائم على عمود واحد وفقط هذا بنهار البيت كامل. نعم. فأنا لازم يكون في عندي أكثر من سند. أنت قائد مشاعرك وأنت من تختار مشاعرك. أيوة. هاي شغلة كثير مهمة جدا. هلا قلنا يا ست أمنة، يعني إحنا للأسف بجوز حكيت المثال إنه أنا طبيعتي عصبي وهيك بسرعة بتطلع العصبية بدون ما أنا ما أحس فيها. لا، أنت من تختار نوع الشعور الذي تشعر استقبالك للمشكلة. نعم. وطريقة ليس إحنا ما عندنا مشكلة بالموقف الذي بدي يثيرني مثلاً. أنا عندي المشكلة الإشكالية كيف أستقبل هذا الموقف. مثلاً خلينا نحكي، إحنا نعطي شيء عملي، صار لا سمح الله معك مشكلة. نعم. لما أحدث نفسي بطريقة إيجابية إنه أنا الحمد لله إنه الله ابتلاني بهذا الابتلاء، أكيد إنه أنا قادرة عليه، لأنه الله بيعرف إنه عندي قاعدة إنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنا قادرة، أنا صار عندي شعور بالرضا. نعم. صار عندي تقبل للمشكلة وهي إنه أقريت إنها حدثت، وبالتالي صار عندي مشاعري تختلف. مثلا إحنا مجتمعنا واحدة مرت وما سلمت علي، بتعرف يعني. نعم. كثير هاي بعرف. لا أنا بعرف أبصر يعني هاي مشاعر سلبية. نعم. إشمعنى أنا ما سلمت علي؟ وليش هيك وشايف حالها ومنقيم ومنحط والله لا والله المرة الجاي غير أنا أمرأ وما أسلم عليها. بتصير القصة كتير كبيرة طبعا نتيجة هاي الأفكار. شو بصير عندي أنا؟ ستريس عالي طبعا. بينما لما أحكي والله يمكن مو منتبهة إلي، هيك أنا صار عندي فكرة إيجابية إنه يعني أعطتني نوع من الإطمئنان والطمأنينة. تمام. مثلا حلو هاي الحالة التصالح، تصالح مع الذات كثير مهمة. والله إنه إحسان الظن بالآخر، وإحسان الظن بالآخر دائما ما نضع سوء الظن، والأهم إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. طبعا أكيد يعني هو يأتي بعد إحسان الظن. نعم. بالآخرين. نعم. أولا إحسان الظن بالله ثم إحسان الظن. نعم. بالآخرين. في مثلا ممكن إنه تتواصلي مع زوجك ويطلع مشغول، طب شو الفكرة؟ الأفكار راح تجيكي. نعم. نعم. تجيكي أفكار كثير صح؟ نعم. بس بينما عفوا هو اتصلتي مع زوجك وما رد عليكي. أيوة. هون بصير في يعني بيعرفوا الزوجات عن ايش بنحكي اكيد. فبينما انا بحكي والله ممكن مشغول، يمكن ما انتبه، يمكن بسوء مش بسوء. اذا الفكره الايجابيه تؤدي الى مشاعر ايجابيه. ماذا نفكر ماذا نشر، هاي بدنا نخليها في عين دائما احرص. يعني بقول احد العلماء قال اذا عشت طفوله حزينه بامكانك ان تعيش طفوله سعيده مره اخرى. إذا كيف هذا دليل كبير على أنه أنا قادر على استدعاء مشاعر إيجابية بأي لحظة بدي إياها باستمرار وباستمرار. دائما أنت استدعي المشاعر الإيجابية ولا أنه تستدعي مشاعر السلبية. سلبي. برضو أني أخالط الناس، آخر نقطة سريعا، أخالط الناس الإيجابيين. أها مهم. رافق أصحاب الهمم العالية طبعا تصبح همتك عالية طبعاً. ورافق أصحاب الهمم المتدنية تصبح همتك متدنية. بالزبط. حابة أنا أختم إنه بحديث، يعني إحنا خير قدوة لنا هو سيدنا محمد لما تعامل مع ستنا عائشة وهي كانت في سن المراهقة. كان عنده أصحابه. فكانت هو كان عند عائشة رضي الله عنها، فبعثت حفصة صحن طعام كان بيحبه الرسول في يوم عائشة. مسكت عائشة الصحن ورمته على الأرض وكسرته. أمام أصحابه. شو كان ردة فعل الرسول؟ اطلع على أصحابه وابتسم، طلع عليها وابتسم، حكى غارت أمكم، امتص غضبها وتعامل بعد فيما بعد، تكلم معها وجعلها انها اعطت الصحن. يعني مهم هذا السلوك. يعني نعممه على كل مشاعرنا وانفعالاتنا بشكل. أيوة. او باخر. يعني المشاعر كثير ادارتها مهمه، مش لشيء. هي انا بكسب نفسي. صح. ادفع ضريبه الالم انا. نعم. فلنحافظ حتى نحافظ على الشخص اللي بيدير مشاعره بيضبط انفعالاته اكثر هيبه واكثر نبلا واكثر احتراما بين الناس. حسنت. انا بدي اشكرك كثير ست امنه لطوش على هذه التوضيحات فيما يتعلق باداره المشاعر وضبط الانفعالات. شكرا جزيلا لك ومستضيفك المره الجايه بموضوع قادم ان شاء الله. اسمحي لي